الداخليه، تذكرون الحواجز الداخليه اللي حطيناها في الجليب وين كانت موجوده في عماره وسووها منشر؟ شوفوا حواجز الداخليه بشرق وين تخزن، اعطوني التغريب. شوف واحد من الحواجز الحديديه تكلمنا عنه، شوف الجهه الثانيه وين فيه محطوطين مثل ما قلنا بشرق ورا مستشفى الاميري. شوف احمد، شوف الحواجز الحديديه وزاره الداخليه وين محطوطين، بيت قديم بشرق، هذا مستشفى الاميري، هذا التعليم العالي. شوفهم مجمعينهم هنا، طبعا ما اعتقد وزاره الداخليه حاطين هنا، لان وزاره الداخليه عندها مخازنها. طب كميه ايش كثر؟ طبعا هناك في بعد. الظاهر الداخليه ما عندهم مخازن او انترست مخازنهم، او الداخليه يمكن ما عندهم شاحنات نقل، او ما عندهم سواق، ما عندهم بابو كوماري. موجودين عندنا ناس، اذا تبون حاضرين عندنا سواق. عندك ليسن؟ نطلع له، طلعوا له ليسن، يودي كل يوم يودي الحواجز ويجيب الحواجز. مستعد والله ببلاش، بس طلعوا له ليسن. اخر تقرير.